خلينا نروح من جزء النادي الاهلي نروح لمنتخبنا الوطني، وتحديدا انا هتكلم عن محمد مجدي قفشه او استبعاد محمد مجدي قفشه واستبعاد محمد شريف. الحقيقه انا مش عايز اتكلم في كل اللي فات لانه بقى لنا 3 ايام كل البرامج الرياضيه بتتكلم في هذا الامر، ولكن انا سؤالي هل من الممكن ان يتم استبعاد هداف الدوري لمجرد ان انه وحش في مباراتين؟ ده سؤال فني جدا. انا كمدير فني وكل الدعم بالمناسبه لكارلوس كيروش، ده سؤال لكل الجهاز الفني في المنتخب الوطني، لمجرد ان في لعيب حضرتك شفته بعينيك ان هو في مباراه امبي والنادي الاهلي من وجهه نظرك ان هو كان وحش، محمد مجدي قفشه ومحمد شريف، تمام ما عنديش مشكله، ممكن جدا اللعيبه تبقى وحشه، ولكن في المباراه الثانيه مباراه ليبيريا الوديه حضرتك شايفه وحش برضو محمد مجدي قفشه وشريف، هل على افتراض ان هم كانوا وحشين، او انا مع حضرتك ان هم كانوا وحشين في الماتشين دول، ولكن هو سؤال شرعي وقانوني وبمنتهى الاحترام، هل لمجرد ان هداف الدوري العام هذا الموسم وافضل لاعب في مصر هذا الموسم وحشين او مستواهم قل شويه في مباراه او مباراتين حضرتك شفتهم يتم استبعادهم؟ طيب اما ايه بقى المباريات اللي حضرتك اتفرجت عليها قبل كده مسجله؟ ده سؤال فني بحت ما فيهوش اي تفكير، اللي اتقال خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، وانا تابعت الحقيقه كل ردود الافعال واللي زعلان واللي متضايق واللي كذا واللي كذا، لان خلي بالكم اهلاويه وزملكاويه واسماعيلاويه واتحادويه كل الناس زعلانه. ليه؟ لان انت بتتكلم عن منتخب مصر، ما بتتكلمش عن نادي واحد، انت بتتكلم عن منتخب مصر مهما كان الاثنين لعيبه دول. طيب هو مصطفى محمد خلال الفتره اللي فاتت كان بيلعب؟ هو احمد حسن كوكا كان الفتره اللي فاتت بيلعب في الانديه في بره؟ ده هو مصطفى النهارده بالعكس، ده فاتح تريم كان بيهاجم مصطفى محمد. انا بتكلم برضو بعيدا عن اهلي وزمالك، انا بتكلم بعيدا عن اهلي وزمالك، انا بتكلم عن رؤوس الحربه اللي تم اختيارهم لمنتخبنا الوطني. هو عبد الله السعيد كان بيلعب الفتره اللي فاتت في بيراميدز؟ هل عبد الله السعيد مستواه، على فكره عبد الله من اللعيبه الجامده جدا 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 ومحدش يقدر يختلف في هذا الامر، ولكن انا بتكلم فنيا على اعتبار الماتشين اللي حضرتك اتفرجت عليهم، هل عبد الله السعيد امام سموحه كان يستحق التواجد ومحمد مجدي قفشه ما كانش يستحق التواجد؟ هل عبد الله السعيد في مباراه ليبيريا كان كويس ومحمد مجدي قفشه ما كانش كويس؟ انا شفت الماتش ده وشفت مباراه يعني عادي جدا، فلا يمكن ولا يمكن الحكم برضه على عبد الله السعيد بنفس الاتجاه وبنفس النظريه، ان يعني حضرتك بتحكم على مجدي قفشه وعلى محمد شريف ان هم وحشين عشان اتفرجت عليهم ماتشين؟ ده واحد هداف الدوري، واحد افضل لاعب في الدوري هذا الموسم، وافضل واحد بيعمل اسيستات او بيعمل اهداف للمهاجمين. ده الكاف لسه كان بيحتفل، مش انا مش قناه الاهلي، الكاف كان بيحتفل بالاسيست بتاع قفيه بتاع قفشه والاهداف بتاعت محمد شريف. هل انا زعلان؟ انا زعلان على المنتخب عدم وجود قفشه حتى لو مش هتلاعبهم، لكن عدم وجود قفشه وعدم وجود محمد شريف اعتقد ان ده شيء غير جيد للمنتخب. بلاش بالاسماء، عدم وجود هداف الدوري العام المصري في المنتخب وعدم وجود افضل لاعب في مصر خلال السنه اللي فاتت، بلاش اقول السنتين اللي فاتوا، خلال السنه اللي فاتت، عدم وجودهم في المنتخب مهما كانوا اسمائهم ومهما كان النادي اللي بيلعبوا ليه، اعتقد ان ده مضر بشكل او باخر المنتخب، ودي وجهه نظر يعني خلينا نبص عليها ونشوفها. فده مهم جدا جدا ان احنا نبقى منتخبنا له كل الدعم، والفتره القادمه هنفضل واقفين في ظهر منتخبنا، ولكن هو السؤال ده اللي حيرني الحقيقه وحطيت عليه 30 علامه استفهام. الجهاز الفني كله قال ان خلاص مستر كارلوس كيروش اختاره واحنا في ظهره، وبالمناسبه احنا في ظهر كارلوس كيروش وما عندناش اي مشكله، احنا هنفضل في ظهر لان احنا بنتكلم عن اسم مصر، ما بنتكلمش عن اسم مدرب، احنا بنتكلم عن اسم مصر، ولا اتنين لعيبه ياثروا في ان احنا نشجع بلدنا ونقف في ظهر بلدنا، ده الطبيعي. في نفس الوقت الحقيقه محمد مجدي قفشه وشريف افضل لاعب وافضل هداف، هتخسرهم حتى لو هتقعدهم احتياطي، ينزلوا لك ربع ساعه، ينزلوا لك تلت ساعه. وبالمناسبه انا مش زعلان، مش زعلان على الجانب الاخر بقى، لما اجي ابص لها شويه بدنيا هم مرهقين جدا بدنيا،
ومحتاجين ان هم يريحوا، محتاجين تركيزهم ودماغهم ان هي تريح. ولكن انا بتكلم على ان الافضل للمنتخب الوطني حتى لو حضرتك كنت هتاخدهم تقعدهم احتياطي او تستعين بيهم في فتره في فقره معينه او في فتره معينه اثناء المباراه، ده كان هيبقى شيء كويس جدا. ولكن انت تستبعدهم خالص، انا كاهلاوي بقى مش زعلان، بالعكس اللعيبه نفسها تريح، تصفي تركيزها شويه، تصفي دماغها شويه، تبتدي تاخد مع اللاعبين، لان هم اتنين من اللاعبين الاعمده الرئيسيه مع النادي الاهلي، ويفضلوا يكملوا او يكملوا خلال الفتره اللي جايه الشغل بتاعهم من خلال الملعب مع بيتسو موسيماني يعتمد عليهم. هو كان طبعا مش حاططهم في حسبانه ان هم يكونوا موجودين معاه، فما بالك بقى ان يكون معاه محمد مجدي قفشه ومحمد شريف مره ثانيه. فبالتالي هتلاقي التمرينه اكثر تركيزا واكثر قوه، لانه وجود محمد مجدي قفشه ومحمد شريف هيفرق حتى مع اللاعبين اللي حواليهم، اللاعبين الصغيرين اللي بيتعلموا منهم في النادي الاهلي. فانا الحقيقه يعني زعلان على المنتخب، ومش زعلان على الاثنين لعيبه، لان الاثنين لعيبه يستحقوا ان هم ياخدوا فتره نقاهه شويه من المباريات المتتاليه، بقى لهم سنه وسنه وشويه مباريات كل ثلاث ايام سواء مع النادي او مع المنتخب، وعليهم تركيز كبير جدا جدا جدا. ولكن على الجانب الاخر حبي لبلدي وحبي لمنتخب مصر يخليني حريص ان هم يكونوا موجودين في المنتخب، وزي ما قلت لحضراتكم حتى لو بجزء بفتره من الفترات اللي موجوده مع في مباراتي ليبيا القادمتين. وبعدين لما لقى الدنيا كلها بتسال السؤال، اصل ده سؤال عجيب جدا بالنسبه لي، هو سؤال عجيب، افضل لاعب في مصر وهداف الدوري مش موجودين في المنتخب، بالنسبه لي ده شيء عجيب. لكن اوكي فنيا انت حر، قلت ان طلعوا بعض التصريحات الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، طلع بعض التصريحات في هذا الاطار واتكلم على انه ان شريف ومجدي قفشه تعبانين بدنيا. خلاص اوكي ماشي تمام، مفيش اي مشكله، نتمنى ان الفتره القادمه يكونوا متواجدين، لانه افضل لاعب في مصر وافضل هداف في مصر من وجهه نظري لازم يكونوا دايما موجودين في منتخبنا الوطني. فاتمنى ان احنا نقفل هذا الموضوع، وخلال الفتره اللي جايه هنبقى كلنا في ظهر منتخبنا، كلنا في ظهر كارلوس كيروش، كلنا في ظهر كابتن وائل جمعه، كلنا في ظهر المجموعه اللي موجوده، لان انت بتتكلم عن اسم مصر، والمباراتين القادمتين لا تحتاج ان انت تريح حد بالمناسبه، يعني ما تحتاجش ان انت تريح حد، ولكن هي وجهات نظر. وفي النهايه انا دايما بقول ان كل وجهات النظر للمديرين الفنيين المختلفين في العالم كله هي وجهات نظر صحيحه، ما حدش عنده وجهه نظر، لان ما حدش عايز يخسر، ما فيش مدير فني عايز يخسر مباراه، خصوصا لما تبقى اول مباراه ليه، وخصوصا بعد اللي احنا شفناه في مباراه ليبيريا الوديه. وده مقبول على فكره ان هي تبقى زي اشبه بشكل اختبارات اكتر من شيء اخر،